مشكله يعني كبيره. ايوه عندنا حوالي 500 خدام من اجود انواع الارض. تمام. على مستوى الجمهوريه. ماشي. طبعا ده محافظه سوهاج، مركز دار السلام، اولاد سالم بحري. اولاد سالم بحري. ها؟ حوض احمد ابراهيم. ايوه. وحوض العمده. تمام. دول 500 خدام بيجي يعني اللي بيشربوا او بنسقيهم من مصرف. تمام. جاي من الترعه الاساسيه، الترعه الرئيسيه. ايوه. المصرف ده طبعا الناس بنت عليه وردمت وعملت يعني كبار جدا بيوتها وكده وتردم. لينا حوالي 3 سنوات او 4 سنوات احنا ونعمل شكاوي وبتاع وتلغرافات لوزاره الزراعه ووزاره الري وما فيش فايده. انا حاليا لو جيت ابني على 5 متر ابني عليهم في الحضين دولة هيعمل لي بتاع حمايه الارض هيعمل لي محضر. صح ولا انا غلطان؟ والله انت كلامك سليم. انت بتقول انا لو جيت ابني على 5 متر هتعمل لي محضر. الناس اللي بنت على المصرف دي وعامله كباري وردمت اجزاء انا شايفهم قاعدين وما حدش واخد باله منهم ولا ايه؟ وهو انت لازم تسال السؤال ده. محدش مهتم اصلا. هم مهتمين بس يجي يعمل لي محضر لو بنيت انا مثلا، لو انا محتاج اقراط ابني عليه لعيالي. بص هو المشكله في ايه؟ بص المشكله ان الناس دي برضه اتعمل لها محضر. هم اتعمل لهم محضر بس المحضر ده في الاخر رسي على ايه؟ يعني أيوة. هو المحضر ده في الاخر رسي على ايه؟ ولا حاجه. هم قاعدين وهيبني وهيتعدى ولو لقى فرصه لاي مكان تاني هيدخل عليه وما فيش اي مشكله ولا احترام للقانون ولا للجيره ولا للارض الزراعيه. لازم القانون يبقى اقوى من كده ولازم القرار لما يتم اتخاذه يلاقي جهه تنفذه. يعني احنا بنتكلم عن المحليات ودورها، المحليات في الاماكن دي فين؟ مجلس المدينه فين يا جماعه؟ ما فيش محليات ولا في الزراعه ولا في شري. لا ما هو بص حاجه معروف. انا هقول لك على حاجه بصراحه. دلوقتي لما يجي وزير الزراعه بيدي التعليمات لكل وكلاء الساده وزراء الزراعه على مستوى الجمهوريه، ووكلاء وزاره الزراعه يجتمعوا بكل الاجهزه اللي موجوده عندهم وينزلوا ويعملوا محاضر، المحضر ده في الاخر بيروح فين؟ ما هو وزاره الزراعه مش هي اللي بتنفذ الازاله. لا بس لو سمحت اصلا دي مش محتاجاش اصلا محاضر، دي محتاجه ازاله على طول فوريه. منين؟ ما هو انت يا حاج انت راجل فلاح. انت عمرك شفت ان المهندس الزراعي هو اللي بيجي بالجرار او باللودر عشان يشيل تعدي؟ المفروض المحليات تشتغل. لما يجي حمايه الاراضي يبعت محضر للمحليات الناس تهتم وتنفذ. يا استاذنا في تكامل في الوزارات، يعني في تعاون، يعني وزاره الداخليه، وزاره الزراعه، وزاره الري، المحليات، المفروض يعني حاجه زي دي. يعني والله كلامك سليم. والله اقسم لك بالله انا لو عايز ابيع، لو انا عندي مثلا حوالي 3 فدن في الحضه، لو عايز ابيعهم ابيع الاقراض مثلا ممكن ب 300,000 400,000. بس انا مش قادر ابيع حتى يعني نص اقراض منه، لان انا بحب الارض وعايز ازرع وعايز اجيب عايز انتج. راجل شريف، يعني انت بتتكلم على هو ده الفلاح اللي احنا عارفينه، بيقول الارض. اقسم لك بالله الارض عرض. بالله 3 سنوات الحين ما في نقطه ميه راحت عندينا، عملنا دقينا ارض بتاع ده مكن ارضي يعني خرب الارض. طيب يا حاج عبد الناصر، انا طبعا هنبعت الشكوى دي للسيد المحافظ. انا كلمت الدكتور حامد او الاستاذ حامد قبل كده برضه ونفس القصه، كان معاه برضه وكيل الوزاره بتاعت الري ووكيل وزاره صدقني انا بص يعني علشان نبقى نتكلم بصراحه، وكيل وزاره الزراعه ووكيل وزاره الري من غير محليات مش هيعرفوا يعملوا حاجه. مش هيقدروا يعملوا حاجه، الناس دي عملت محاضرها خلاص، الناس دي قالت يا جماعه انا عندي تعدي حد يجي يلحق الارض او المصرف، اذا ما كانش المحليات تشتغل كل المجهود ده ملوش لازمه. انا بعد ربنا بستغيث بيك يعني تهتم بالموضوع ده. ان شاء الله ربنا يعيننا ويوفقنا واحنا هنوصل المشكله دي للسيد المحافظ، لان ما هو ما ينفعش يا جماعه الفلاح نفسه بيقول لك انا لو بعت قراط واحد هجيب ب 300,000 جنيه بس انا مش قادر صعبان عليا الارض. فتسيب والله اقسم لك بالله انا يعني الواحد ما عارف مش قادر اوصفك يعني الواحد يعني يا حاج عبد الناصر انا هتابع معاك المشكله دي وباذن الله نشوف يعني حد يتحرك معانا. مش معقول ان الفلاح على فكره ما يعرفش غير وكيل وزاره الزراعه ووكيل وزاره الري، هو بيتكلم عن وزير الزراعه ووزير الري. هم دول المسؤولين عنه، المفروض ان هم دول اللي شايلينه ومن حقه. بس انا برضه لازم اوضح لك الصوره، ده في مناشدات ومخاطبات من الاداره المركزيه لحمايه الاراضي لكل الساده المحافظين اغيثونا. المجالس الساده الرؤساء المجالس المدن يشتغلوا معانا، حد يدافع عن الارض، حد يدافع عن